التمثيل أساسه التركيز، والتركيز بيخلي الجسم أداة لينة والنفس متحررة. خلينا نشوف التحولات الجسدية والنفسية وعملية تفجير الدموع ومشاعر الكراهية بوجه ميشيل. كل التمرين أنا عيني مغلوقين، اختاروا مركز التقل داخل البوترين تبعكم، داخل صدركم. تصوروا انه في طاقة مثل الزيبة عم تتوزع، عم تملؤ جسمكم، ما تحكي. بلشت تبدأ طاقة تتمدد، طلعت على رقبتكم، نزلت على ذكرتكم، وصلت على كتافكم، نزلت على إجريكم. ارتخاء تام، مرخي ارتخاء تام. هل ان يتخيلوا انه في خيطان لقطيلكم ايديكم وعم بيعلون، يعني صار سنت دو جرافيتي بكل ايد، عم يطلع شوي شوي ايدي. هلا صار في نتفة افور. تخيلوا انه جسمكم عم يتمغط، عم يتمدد. رقبتكم صارت على 2 كيلومتر رفيعة مثل الورقة. عرض كتافكم كمان، ايديكم كمان طوال، صبيعكم صرتوا رايق واقفين هيك، عم يلعب فيكم الهواء. استسلموا لهالاحساس انه هيك خفاف. هلا في خدر بالايدين بس عم يلعب فينا الهواء. وهلا اغلقوا حالكم شوي شوي، فيرمي فو لونتومون سان فير اون افور. اغلقوا حالكم، فيرمي فو. قعدوا على قعده اجريكم، قعدوا على اجريكم، غمض عينيك. هلا اني قد ما فيكم انطووا بذاتكم كمان اكثر، قد ما فيكم. شوي فيكم تحطوا راسكم بالارض، فيكم ترخوا إليكم ليوصل راسكم للأرض. عم تصغروا، بالأول كنتوا عم تتمددوا كنتوا كبار، هلأني صغرتوا شوي. عم تفوتوا بذاتكم، عم تشوفوا حالكم قديش كن صغار. خدوا البوزيسيون بريحكم بس انغلقوا بحالكم. فيكم تناموا، تفوتوا مثل كأنكم الرحم. بحاجة لعطف، بحاجة لصدق بالعلاقة، بحاجة حدا يضمني، حدا يقول لي كلمة حلوة، مش كل الوقت كلام مش مليح. حدا يشوفني مثل ما أنا، حس بإحساس وحشي رهيب. طلعوا أصواتكم، بكي على صوت عالي، اللي عم يبكي يبكي على صوت عالي، خليك محلك. اللي عم يبكي بيقدر يقوم ويكمل بكائه، هو عم يبكي على صوت عالي. طاهرة عادي عم تبكي، رانيا على صوت عالي بكي، محمد رمضان على صوت عالي بكي. لكن الناس ما بتتفهمني. عيشي بوحدي رهيبة، بعيد عن أعزائي، عيشي بعالم وحش. شو نزلت دماتيك؟ صغيرة فتحتوا؟ بسطنا. قعدوا ارتاحوا، قعدوا مثل ما انتم. فتحتوا؟ قولي لي بكرهك. بكرهك؟ قولي لي بكرهك. أكيد؟ إيه أكيد؟ أكيد. ليش بكرهيني؟ هيك ليش؟ لأنك بكيتني. ما ارتحتي بس تبكي؟ أنت بتكرهيني؟ ها؟ ليه؟ ليش ما حيبكي دمعتي؟ ما بدي ابكي. ها؟ ما بدي ابكي. يا جماعة ريحوا حالكم، بتعرفوا انه عم تكتوا كل الوقت. نتيجة التعصيب والتوتر والضغط أصيبت رحمة بطفرة جلدية، فتم نقلها سريعا إلى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة. فخلينا نتابع حالة رحمة. انت مش رح تطلعي من الاوضه؟ رح تقعدي هيك طول اليوم؟ الشباب قاعد هيك. شو حبيبي، هاد حاجه الله، يعني شيء من عند الله، شو المشكله؟ ها؟ بدي اقول لك شيء، بتعرفي انه هلا 15 مليون شخص عم بيشوفوا تمك هيك؟ انا
حساسية أو شيء صح؟ شو ماكلة أنت؟ من صراخ من صراخ صح؟ أمر أمر وعمل بوتوكس من غير فلوس بس جد 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 بس والله جد جميل جميل حتى لو انه الحلو حلو لو شنو؟ مصطفى هي ترى بدي يدها بسرعة ما اعتدري اني تعلمت انجليزي خلاص اي اقولها كلها الكلمتين اللي قلتها لي وارجاتو تميك لا اللي قالها تعال تكفى احزب لي واخر وبسرعة نقلت رحمة على المستشفى لتشخيص حالتها واخضاعها لعلاج سريع فالوقت عم بيدهمنا انا من امبارح بالليل كنت مقهورة شوية من تكلمت حكيت ويا ماما وقالت لي انه هي زعلانه علي هوايه يعني فما اعرف من شو يعني ما قدرت احكيها كثير حتى اعرف السبب فانا من النوع اللي اذا بتحسس كثير وبعصب كثير بيطلع بوجهي وبجسمي يعني بتحسس هوايه فهاي النتيجه متعلقه بماما بشكل مش طبيعي يعني فانا ما بحب زعلها هسه وصلنا على المستشفى ورح يشوفني الدكتور إن شاء الله خير يعني بس أنا أوعد ماما إنه أنا ما رح أزعلها مرة ثانية لأنه هي عارفة زعلها شي سوي بي وبس وإن شاء الله خير وأقدم البرايم لأنه أنا هذا يمكن من أكثر الأشياء رح يزعلني يعني وأدعو لي بليز الالرجيك رياكشن اللي عملتها مش خفيفة متوسطة القوة شوي نوعا ما عندها نتفة سكين ليجنز على جسمها اوكي عم بيورم وجهها شوي منخاف شوي من انه تزيد يزيد هيدا الورم اذا زاد الورم ممكن يسكر لنا مجرى الهواء ومفوت بشوي بشي اصعب يعني يعني انا بس بتمنى اسمع صوت ماما تقلي انه هي عن جد انه مش زعلانة مني أنا بعرف حالي إذا أنا هي قالت لي إنه هي مش زعلانة مني أنا حصح لا في دواء ولا في أي شيء حي يعالجني بلش الراش تبعه والورم يخف شوي بدنا نطول بعد بالنا شوي تنأكد على الأخير إنه صفا مش الحال وفينا نفللها بس هلا بنطول بالنا شوي بعد الحمد لله خاف الدكتور قاعد يقول إنه كل شيء صار أوكي وبس أقول للناس انطروني على برايم إن شاء الله أطلع مفاجأة مع الشفة الحلوة رجعت للبيت اللي أحبه صراحة أنا رحت على المستشفى وحاسة نفسي تركت كل القلوب اللي أحبها واللي تعودت عليها رجعت لهم انطروني بالبرايم شو طلع؟ راح بلش يروح شو؟ خف شلنا ها بلش خف الله خف خفوا ايش عملتي؟ حطوا المغذي استني لحظة لحظة شوي هلا نفهم عليها بتبوسيش انت ممنوع تبوسي لا ما عليك لسه ممنوع البوس لسه ايش صار؟ حطوا المغذي اسمع ايش الدواء؟ تعالوا حد اسمع شو طلع مالك يعني احكي لي حساسية بشكل؟ اسمع اسمع الحمد لله على السلامة يعني ما يزبطش طبعا اذا ما بعرف ايش اللي بيعملوه جوا مش طبيعي يعني عادي راحه حبيبي خف خف ايه ده رجع هذا الحمد لله خف كثير هذا الشب اللي كنا بدنا اياه اوكي رجعت رحمه على الاكاديميه بالسلامه والليله رح نشوف وجهها مضوى على المسرح